تعمل فيا؟ وسمعوني يا عباد الله، وسمعوني انا استوار، وانت حد بقى يقرب الخير دي الا لطام. تبدأ الممثلة شيماء المسرحية وسط ساحة فارغة، وقبل أن تنتهي من دورها يتوافد الجمهور تباعا نحو الساحة في الهواء الطلق. بسم الله عليك وكل خير، ماشي راني حلفتها يروحني فابقى غير فايد. فالفرق بين مسرح الشارع والمسرح الداخلي هو أن العرض المسرحي يتقرب من الجمهور. الله عامر حمري ورجلي عامري الغيس، أنا مالكوان. احنا خدينا هذه المبادرة أننا نخرجوا للشارع ونقربوا أكثر للجمهور المغربي والشعب المغربي بأنهم نأديوا الرسالة ديال الفن المسرحي. راه كاين الفن المسرحي، كاين فن عظيم. ايه على الوقت وعلى الأيام، الله يرحم القبر وما خلى، كل ما كان رزيق اللي خلوا لي الوالدين. مسرحية طام مولات الشان هي قصة مستوحاة من المجتمع العربي يعالج إشكالية العقم عند الزوجين في بعده الاجتماعي، من خلال أن هذا العقم كان يوعيو الناس بأن هذا الشيء الحياة الزوجية ما كتوقفش عند هذا العقم، هذا ممكن تستمر بناس آخرين وهذا مش مشكل، غير تكون العلاقة ما بين الرجل ومراته غدا مزيان، دوك هذيك العلاقة الزوينة كتغطي على المشكل ديال العقم. يرقم ويبرقم في الهضرة أرسعوا هذا الحمار الشرر. مثلما كان الكاتب والممثل المسرحي الإغريقي ثسبيس يقدم عروض مسرحيته فوق عربته في القرن السادس قبل الميلاد، فمسرح الشارع هو فضاء للأداء المسرحي يقدم إلى الجمهور، ويعيش المؤدي عرضا جديدا قد يختلف باختلاف الزمان والمكان وطبيعة الجمهور. فمسرح الشارع ليس بجديد على الساحة الفنية المغربية، فهو يعرف باسم الفرجة الشعبية أو الحلقة. وليك تصمتيني يا حليمة، ها هذه هي تربيتي فيك على خياناتك، وليك تلوحي ودك عدي. اختلاف المكان للعرض المسرحي ميزة فنية واستفادة ثنائية، تقرب الفنان والفرجة المسرحية من الجمهور، وتشجع الأخير على ممارسة الفعل الثقافي والاهتمام بالمسرح. إكرام الأزرق، قناة الغد، من مدينة الجديدة.